مصطفى السلمي رئيس مقاطعة سابريكس، أتشرف بتسيير مقاطعة سابريكس كذلك، وجد سعيد بحضوري في الدور النهائي اللي تقام اليوم بمناسبة رمضان الكريم، وتصادف كذلك مع مناسبة عيد مولد ولي العهد صاحب سمو الأمير المحبوب مولاي الحسن، وكانت في اليوم في أجواء رياضية وحضور مكتف جمهور في المستوى، وحضروا حتى نجوم ديال الكرة ديال نجوم كرة الوطنية الزمن الجميل، مع كمثال مثلا سي العلو، مجموعة ديال الخيري، شكرا لهم على الحضور كذلك. نحن كمنتخب اليوم مسؤولين وواجب علينا أننا ندعموا ونساعدوا هاد الوليدات، نأطروهم ونعطوهم الإمكانيات المتاحة كمقاطعة وكمواطن سلاوي ولد تابريكس، واجب علينا أنني نساهم مع هاد الوليدات لأنهم ماشيين في الطريق الصحيح، لازم علينا نتعاونوا معاهم بالإمكانيات اللي متاحة كمقاطعة كما قلت قبيلهم كمنتخبين. اليوم مسؤولون أننا ندعموا كل ما هو ثقافي اجتماعي، لأنه باش نبنيو مجتمع سليم راه من الطفوله ديال 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 المجتمع تيخصنا نوجههم توجيها صحيحا الى بغينا واحد رجال المستقبل يكونوا في المستوى، ولما لا يكونوا في مراتب عليا ان شاء الله. علاش لا؟ تنشكر الناس اللي نظموا هذا الدوري من بمساعده الرئيس ديالنا مصطفى السلمي، وبعد الناس اللي في الخفاء منهم محمد دردار ومنصيف وعده اطر، تنشكرهم بزاف على هذا الدوري، دوري رمضاني اللي كان اليوم النهايه ديالو اللي جرات بين جمعيه ديال حاره وجمعيه ديال العطاء ديال السي بيضاويه. تنشكر الخصم وتنشكر هاد الاذاعات هي، وتنشكر الناس اللي وقفوا على هاد وسهروا على هاد المظاهره، ولاد الوليدات اللي نشطوهم فرحوهم، وحنا فرحانين اليوم لان هذه مقاطعه تبريك ديما حيه وديما تدير هاد المظاهره، والحمد لله هاد العام رغم التغيير ديال هادشي ديال المجلس من مجلس ولايه ولايه، وكاك وما نساوناش ونظموا لنا هاد الدوري، وتنشكرهم بزاف على هاد الدوري اللي ما نساوناش فيه. كنشكر الاطر كاملين، كنشكر عمي بن سعيد وعمي حفيظ، كنشكر ماما حتي اللي وصلت لي باش نوصل لهاد الاداء. فرحه كثيره، فرحت على الدوري وصحابي زوزيره. الفرقه ديالنا اليوم دارت ماتش مزيان بفضل المدرب ديالنا اللي عاوننا، كنا كنترينيو وكنخدمو وكنجتهدو، وكنشكرو الكوتش ديالنا على المجهودات اللي كان كيدير معانا، وكنشكر الدراري كاملين من اتش زد. هاد اللقب كنهديه لجمعيه الحاره الفريق ديالي، وكنهديه للمدرب ديالنا اللي كان كيبخلش معانا في التمارين، كنا كنترينيو باش نخدمو ونربحو في هاد التورنوا ديال رمضان. الحمد لله حققنا المبتغى ديالنا وفزنا بلاكوب. كنكون هاد البطولة زوينة، كنشكرو المنظمين ديال هاد البطولة بزاف اللي داروا لنا هاد الشويق وهاد الشيء باش نجيو نشاركو حنا ونبينو القدرات ديالنا. كان هادي البطولة المدرب ديالنا وداك اللي هو اللي كيدربنا وداك الشيء باش نربحو.